السلام عليكم، الخامسة مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين. الميزان التجاري بالسلطنة يسجل فائضا بأكثر من 339 مليون ريال عماني بنهاية يناير الماضي. الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان في الصين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بهجمات على مواقع عسكرية للجيش الأفغاني في إقليم قندز وهيرات. إلى التفاصيل، سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية يناير الماضي فائضا ب 339 مليون و800 ألف ريال عماني، وذلك مقارنة ب 84 مليون و900 ألف ريال عماني بنهاية يناير من العام 2017. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة في الفترة ذاتها 1,200,600,000 ريال عماني، بارتفاع نسبته 32.8%، فيما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا نسبته 5.1%، لتبلغ بنهاية يناير 2018 ما قيمته 861,800,000 ريال عماني مقارنة بنهاية يناير 2017، حيث سجلت 819,700,000 ريال عماني. هذا وبلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 798,200,000 ريال عماني، بارتفاع نسبته 38.2% عن نهاية يناير 2017، حيث سجلت وقتها 577,600,000 ريال عماني. استقبلت الموانئ البحرية للسلطنة ما نسبته 69.9% من إجمالي كمية الواردات السلعية المسجلة عبر المنافذ الجمركية، والتي بلغت 34,043,400 طن. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن إجمالي كمية الواردات السلعية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال العام الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 18.6% مقارنة بعام 2016، والذي بلغت فيه كمية تلك الواردات 41,845,000 طن، بينما ارتفعت قيمة السلع بنسبة 14.2% خلال العام الماضي وبلغت 10,164,200,000 ريال عماني مقارنة ب 8,900,000,000 ريال عماني قيمة تلك السلع خلال عام 2016. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، وطالب عدد من الدول العربية والإسلامية عقد الاجتماع بعد استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعدا مستمرا في حصيلة أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من 500 آخرين يوم أمس الجمعة خلال احتجاجات مسيرات العودة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يريد إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن ما وصفه بالانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي الإيراني. وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة روسيا والصين والمقامة في تشينغداو الصينية، أشاد الرئيس الإيراني في لقائه مع نظيره الروسي أشاد بالروابط الوثيقة بين روسيا وإيران، مؤكدا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران يتطلب مناقشة مهمة وجادة بين البلدين.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستدعم العضوية الإيرانية الكاملة، مضيفا أن بلاده مستعدة لإجراء مزيد من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني. قتل 40 شخصا وأصيب 13 آخرون في هجمات على مواقع للتفتيش التابعة للجيش الأفغاني في إقليمي قندوز وهيرات شمال وغرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية أفغانية أن 23 شخصا من رجال الشرطة قتلوا في إقليم قندوز عندما اقتحم العشرات من مسلح طالبان 3 مواقع تفتيش في منطقة قلعة زال. وفي الوقت نفسه في إقليم هيرات الغربي قتل 17 جنديا أفغانيا وأصيب آخرون عندما هاجم عناصر طالبان نقطة تفتيش في منطقة زاول الأفغانية. دعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مجلس العموم للتصويت لفائدة مشروع قانون الانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست. وقالت ماي في تصريحات لها أن عملية تصويت مجلس العموم البريطاني لفائدة مشروع قانون الانسحاب الذي سيجرى خلال الأسبوع المقبل هي التي ستضمن لبريطانيا انتقالا هادئا من حقبة الكتلة الأوروبية إلى حقبة الاستقلالية، موضحة عزمها التحدث إلى 316 مشرعا محافظا في المجلس المكون من 650 مقعدا يوم الاثنين المقبل قبل بدء الجلسة البرلمانية للتصويت على المشروع المقرر ليوم الثلاثاء القادم. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. بحيرات فسيحة وأنهار جارية تتوسط الصحراء الذهبية بولاية مقشن في محافظة ظفار. اختتمت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار المسابقة الثقافية الرمضانية للمؤسسات الحكومية بالمحافظة، والتي شارك فيها 15 فريقا من مختلف المؤسسات. بعد منافسة قوية بين مؤسسات القطاع الحكومي بمحافظة ظفار، أسدل الستار على ختام المسابقة الثقافية الرمضانية للمؤسسات الحكومية، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار. تأتي المسابقة في إطار خطة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لعام 2018. هذه المسابقة تثري يعني كثير من الثقافة التي قد كانت موجودة وتضيف إليك أيضا كثير من المعلومات، فهي تثري في يعني جوانب عدة ومختلفة. والأساس أيضا في هذه الفعاليات أو هذه المسابقات هي قائمة على التقاء والارتقاء كذلك بالجوانب الثقافية. تأتي هذه المسابقة ضمن خطة وبرامج مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لعام 2018. طبعا أهداف هذه المسابقة ترمي هذه المسابقة إلى طبعا التعارف والتكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي. شارك في هذه المسابقة 15 مديرية خلال 4 أيام طبعا، وكانت يعني فكرة المسابقة هي أكثر ما هي تنافسية هي طبعا التعارف أكثر. هذه المسابقة التي تقام للمرة الأولى في المحافظة تهدف إلى التواصل والتقارب الثقافي والمعرفي بين مختلف موظفي المؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تضفي العديد من المعلومات الثقافية في مختلف المجالات. الحمد لله على الفوز بمجهود زملائي الشباب، والحمد لله كانت مسابقة ثقافية متنوعة الأسئلة، ثقافية رياضية، أسئلة عن عمان، تاريخية، من جميع المجالات الحمد لله. هذه المسابقة أضافت العديد من المعارف والمعلومات المختلفة لدى المشاركين.
محمد بن بخيت حسون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. قرية العليا بوادي بني خروص بولاية العوابي تشتهر بزراعة أصناف مختلفة من أشجار المانجو، حيث بدأ حصاد الثمار الذي يصاحبه أنشطة الطناء على الأشجار. كاميرا الأخبار رصدت لنا هذه اللحظات والأدوات المستخدمة في قطف الثمار. وادي بني خروص بولاية العوابي، ثراء وتنوع في المفردات الطبيعية جعل منه سلة غذائية لمختلف أصناف الفاكهة وباقي المزروعات، حيث تعد قرية العليا واحدة من القرى التي تجود فيها مختلف المحاصيل، واكتسبت مزارع القرية شهرة بتنوع أصناف شجرة المانجو ذات المذاق الشهي والرائحة الزكية. أصناف الأنبة أول شيء قال لك الحلوة، قال بنت الحلوة، قال الخيلية، قال الزعفرانة، قال الأخيرة، قال أنبات الكتب، قال مقعلانية. السنة شوية أوهد، العام أنا وحدي ماخذ هذه الشجرة ب 220 وحدة، لهذه وحدي ماخذ منها، والسنة لا بأس نزلت 170. مع اقتراب حصاد أشجار المانجو هذه أو ما يعرف محليا بالأنبا، يحرص الأهالي وسكان القرية على طناء هذه الشجرة عن طريق المزايدة لتكون متاحة لمن يرغب في الاستفادة من ثمارها في مشهد حافظ عليه أهالي قرية العليا والقرى المجاورة كأحد العادات والموروثات التي تسبق فترة الحصاد، والتي باتت إحدى سمات الجذب السياحي لشراء ثمار مختلف الأصناف من هذه الأشجار التي تنفرد بها دون غيرها. الجودة هي كل عام تختلف عن آخر يعني، أما بالنسبة لهذا العام الحمد لله رب العالمين، بالنسبة للثمار ثمار طبعا جيدة والأسعار متفاوتة. السياحة فتحت باب وكثرت في البلد السياحة، يتم تسويقها عن طريق البلد، أما اللي هو يفضل من الزايد عن السياحة هو يتم تسويقه عن طريق الأسواق، سوق الرستاق طبعا المركزي، وأيضا معانا سوق السيب. ما أن ترسو الشجرة على أحد الأهالي يتم البدء في قطف الثمار الناضجة بواسطة أدوات قطف خاصة تدلل على حرص أهالي القرية في الحفاظ على هذه الأصناف من الأشجار، وفي تأكيد على ارتباط الإنسان العماني بالأرض وحرصه على زراعة الأصناف المختلفة من أشجار الفاكهة والتي ساهمت في إنتاج محاصيل ذات جودة جعلت منه منتجا مفضلا لدى المواطن والمقيم، الأمر الذي عزز من الاهتمام بالزراعة وجعلها موردا أساسيا في الإنتاج الغذائي المحلي. عبد الله بن عامر الويهي من قرية العليا بولاية العوابي، محافظة جنوب الباطنة. بحيرات وأنهار جارية تتوسط صحراء الربع الخالي بولاية مقشن راسمة صورة طبيعية قلما نشاهدها وسط رمال الصحراء. المزيد في التقرير الآتي. ولاية مقشن لو جاز القول لتحيزنا إليها لما فيها من سمات جمال تميزت بها. هنا الربع الخالي بكثبانه الرملية الساحرة الغلابة التي تبهر الزائر، فكيف بعد أن أتت الأودية والسيول قادمة من جبال ظفار لمسافة 400 كيلومتر. قصة السيول غابت عن الأذهان لأكثر من 100 عام كما ذكر لنا سكان المنطقة. الماء والرمال الذهبية كأنها أداة رسم لفنان يبدع برسمها. سبحان من صور لنا جمال الطبيعة حيث ظهرت المياه وسط الصحراء والرمال على شكل بحيرات وأنهار تجري في مشهد رباني بديع. محمود سيل تبوك، ولاية مقشن، محافظة ظفار. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الميزان التجاري بالسلطنة يسجل فائضا بأكثر من 339 مليون ريال عماني بنهاية يناير الماضي. الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان في الصين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.
مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات في هجمات على مواقع عسكرية للجيش الأفغاني في إقليمي قندز وهرات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحيات الزملاء في مركز الأخبار، في أمان الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. آخر الصور الجوية وبعض السحب المحلية على سلسلتي جبال الحجر هطلت على إثره أمطار متفرقة كانت رعدية أحيانا. باقي أجواء السلطنة تبدو مستقرة وخالية من السحب، وتفاصيل أكثر لهذه أجواء هذه الليلة مشاهدينا، حيث تبدو الأجواء على العاصمة مسقط مستقرة خالية من السحب، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع ومنتصف 30. في محافظة جنوب الباطنة أجواء صحوة وخالية من السحب، درجات الحرارة عموما عند مطلع 30. وعلى محافظة شمال الباطنة بعض السحب تكون حاضرة ودرجات الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في محافظة مسندم مشاهدينا الكرام أجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. على محافظة البريمي أجواء مستقرة خالية من السحب لهذه الليلة ودرجات الحرارة عند مطلع 30. وعلى محافظة الظاهرة أيضا عموما على المناطق الصحراوية ودرجات الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية. المناطق الجبلية بعض السحب تكون حاضرة ودرجات الحرارة عند مطلع 30. في محافظة الداخلية درجات الحرارة على المناطق الجبلية تصل إلى 21 درجة مئوية مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. في شمال الشرقية أجواء مستقرة خالية من السحب، درجات الحرارة تتراوح ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية. وعلى محافظة جنوب الشرقية أيضا أجواء مستقرة خالية من السحب، درجات الحرارة عند مطلع 30. في محافظة الوسطى أجواء مستقرة أيضا وخالية من السحب، ودرجات الحرارة عموما عند نهاية 20. وعلى محافظة ظفار بعض السحب عموما تكون حاضرة على المناطق الساحلية وعلى شمال المحافظة، ودرجات الحرارة عموما مشاهدينا الكرام عند مطلع 20 ونهاية 20. الرياح على سواحل السطى مطلة على بحر العرب تبدو جنوبية غربية نشطة السرعة بحدود 25 عقدة، بالتالي البحر هائج الموج أقصى ارتفاعا له 3.5 متر. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية غربية أيضا وخفيفة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاعا له 1.25 متر. أخيرا سواحل السطى مطلة على بحر عمان تشهد رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة أو معتدلة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ إلى متوسط الموج أقصى ارتفاعا له 1.5 متر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وطابت أوقاتكم بكل خير.